رئيس الغرفة السيد عبد الغني العطاري، وأيضا يتفضل يشارك في التكريم. تفضل. السادة شركة جوال ويمثلها مدير إدارة التسويق السيد إياد القصص المحترم، فليتفضل. السادة شركة سوبر ماركت الشني ويمثلها السيد مروان ربايعة المحترم، فليتفضل. السادة شركة أكرم سبيتاني وأولاده ويمثلها مسؤول مؤسسات منطقة الوسط السيد فارس عبد الله المحترم، فليتفضل. السادة شركة سوبر ماركت برافو ويمثلها مديرها العام السيد أشرف العطاري، فليتفضل. السادة شركة ميد لابز ويمثله الدكتور عبد المعطي خالد النمر المدير الإقليمي لمختبرات ميد لابز، فليتفضل. السادة إذاعة رايا اف ام وتمثلها السيدة هبة وزني الولويل المحترمة، فليتفضل. السادة تلفزيون الفجر الجديد ويمثلها السيدة هبة مصطفى المحترمة، فليتفضل. أول تكريم عطوفة الدكتورة ليلى غنام، وقد حققت بالمناسبة أعلى نسبة تبرعات لصالح حملة استبداد الخير للتعليم الغير فئوية. بالبقلك من الخليل عندنا أيضا نكرم السيدة أمل حجازي الناشطة المجتمعية، فلتتفضل بزقفة أولية أيضا. ننتقل لجنين والسيدة ليلى شريم رئيسة جمعية المهارات النسوية، فلتتفضل. منضل بمنطقة الشمال ومنروح لنابلس والسيدة هالة عنتاوي رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية الخيرية، فلتتفضل. منضل برضو في نابلس والسيدة سحر عرقاوي الناشطة المجتمعية والنسوية، فلتتفضل. ننتقل لمنطقة الجنوب وبيت لحم ومنها السيدة وفاء حميد مستشارة عصوفة محافظ محافظة بيت لحم المجلس الاستشاري، فلتتفضل. ومن بيت لحم أيضا السيدة رانيا جقمان مديرة المؤسسة التعليمية العربية، فلتتفضل. ننتقل لمحافظة قلقيلية السيدة نهاية عفانة الناشطة المجتمعية والنسوية، فلتتفضل. محافظة الكرم السيدة سوار عودة الناشطة الشبابية، وهنا نشكر عطوفة محافظة الكرم على دعمهم وتعاونهم الكبير. وأخيرا مع نادي شباب ترمس عدة ويمثلها السيد وليد أبو الهموم المحترم، فليتفضل. كمان مرة. تمام. واحد. احنا راح نسحب على كل بطاقة ثلاث مرات. يعني ثلاث سحبات راح يصير. لأنه إذا كان أول بطاقة ما طلعت أو ما حدا جابها، الثاني يجي بعده والثالث يجي بعده. هو مزبوط، بس احنا استبينا على ثلاث مرات، صح؟ تمام. استاذ موسى حبيب، تستطيع ان تتقدم؟ وهلا السسبنس، الناس عم بتابعنا مباشر على تلفزيون فلسطين، رقم 6 طلع، نشوف مين صاحب النصيب. استاذ بسام الولويل فلتتقدم. دكتورة ليلى للآخر، ختامها مسك، هي رح تحدد الرابح. لا
لنشوف من حظ مين دعا ربنا والسماء كانت ابوابها مفتوحه وراح يستجيب لله ويكون هو صاحب النصيب بسياره هونداي اكسنت 2020 موديل سانتا. صفر. استاذ عبد الغني العطاري ايضا تقدم. تمام، خمسة والآن دكتورة ليلى غنى. بسم الله. هلا اللي كاملين سامحوني ما يسبوش يعني بس هلا بمشي منيح، اللي له نصيب في شيء بيوم ان شاء الله. وانا بعتقد او مش بعتقد بجزم انه كل اللي شروا القطار بهدف العطاء مش السيارة، ويمكن واحد من اللي يربحوها يرجع يتبرع فيها من اجل الجمعية. صح. وان شاء الله. بسم الله. راح يكون من نصيب مين يا ترى؟ الهدف الأول للجمعية وتأسيس الجمعية هو دعم الطالب المحتاج، ودعم الطالب المحتاج يتم بطرق عديدة جدا، منها انه نعمل له شغلات ومشاريع ونأهله ونساعده اثناء عمله، منها ان ندفع عنه الاقساط ونقدم له منح سنويه او نصف سنويه حسب حاجته ومقدرته، و من نعطي كوبونات غذاء ايضا للطلبه اللي بحاجه. فعندنا عده اهداف، اعاره كتب الى اخره، فهذا الكلام يحتاج إلى تمويل. ومن جملة المناسبات أو الشغلات اللي بنختارها من أجل إنه نزيد الموارد كانت هذه الحملة اللي هي يا نصيب على سيارة. جامعة بير زيت في رام الله والبيرة، فالحدث لرام الله والبيرة عند الاحتياج للتعليم لا يوجد جغرافيا في الحاجة للتعليم للصحة لأي شيء. دائما محافظتنا أخذت على عاتقها إنه الحاجة أولا بدون معرفة العنوان أو الجغرافيا أو شو العنوان على هوية الشخص. فإحنا دائما الحمد لله فخورين بعطاء محافظتنا، سواء الغرفة التجارية، رجال الأعمال، سيدات الأعمال، الشخصيات الاعتبارية، حتى الأفراد، طلاب المدارس، الأندية الرياضية. وين ما كنا نروح كان في انه 10 على 10 بنعمل مبلغ. فخوره جدا بابناء محافظتنا وبنات محافظتنا اللي بالرغم من الظروف الصعبه اللي بنعيشها، ظروف اقتصاديه صعبه على القطاع الخاص وعلى كل الناس، ولكن الخير دائما موجود والاقتطاع من القليل بيسوي الكثير. فجد دائما سعيدين بالعطاء، هاي مش اول مره ولا اول برنامج للمحافظه. وايضا كل التحيه وكل المحبه لكل ابناء شعبنا في كل المحافظات. واليوم يمكن انت شفتي كل اللي تكرموا سيدات، كنا مثل الدينامو السيدات في هذه الحمله، اللي انا بقول الحمله انتهت بس العطاء ما انتهى والخير ما بينتهي. كل التحيه لكل القائمين وعلى راسهم السيده سماح اللي هي كانت فعلا تستحق الاحترام، وانا هديتها تكريمي لانها هي اللي شغلتنا كلنا وهي كانت دينامو هاي الحمله. ولاعضاء الجمعية، للهيئة اللي فيها كاملين اللي كانوا دائما معطائين من وقتهم ومن مالهم الخاص لتنجح هذه الحملة. كل المحبة وإن شاء الله هذه الأموال بتروح لمستحقينها. الحقيقة هذا منهج متبع في مختبرات مدلاب. إحنا صحيح مختبرات طبية لكن إنه دور واسع الحقيقة في موضوع التوعية المجتمعية، في موضوع توعية الطب الوقائي، في المسؤولية المجتمعية. جزء منها مشاركتنا في الورش العمل، في الانفعاء، في المؤتمرات، في المحاضرات، في زيارة بعض المدارس، بعض الهيئات، تقديم نصائح. برضو بالمقابل نقدم ما نستطيع من خلال مشاركتنا مسؤولية مجتمعية. هذا جزء منها، كان سواء المشاركة في صحوبات الخير أو المشاركة في رعاية الرعاية الصحية للحدث. فهي تعتبر إحنا بالنسبة لنا منهج قائم ومستمر في موضوع مختبرات مدلاب، سواء عندنا في فلسطين أو في الأردن أو في العراق. إحنا كمجموعة من 55 مختبر، مجموعة شرق أوسطية، عمر حوالي 28 سنة،
هذا منهجنا منذ القدم، يعني من أول ما بدأنا وإحنا ماشيين في موضوع المسؤولية المجتمعية والتوعية المجتمعية، فهذا نحن.